السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. بريطانيا تكشف اتصالات مع الحوثيين، وإلى التفاصيل. كشفت بريطانيا اليوم الأحد اتصالات مع حركة أنصار الله الحوثيين لأول مرة منذ إعلانها العدوان على اليمن في يناير الماضي. وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد بأن الاتصالات مع من وصفهم بالحوثيين مهمة لبلاده، موضحا بأنها تتم عبر قنوات سرية أو دولة ثالثة. وجدد الوزير البريطاني خلال مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية تمسك بلاده بوقف العمليات على اليمن مقابل دعم عملية السلام. وكانت بريطانيا أعلنت في يناير الماضي المشاركة بتحالف تقوده الولايات المتحدة للعدوان على اليمن، لكن مشاركتها تراجعت مؤخرا مع تصاعد وتيرة العمليات اليمنية ضد السفن البريطانية، بما في ذلك إحراق أحدها، ناهيك عن انسحاب البوارج البريطانية بشكل متكرر جراء تعرضها للاستهداف المتكرر من قبل القوات اليمنية وفشل محاولات حمايتها. كما تراجعت وتيرة العمليات اليمنية ضد السفن البريطانية في خطوة تشير إلى امتثال لندن لقرار اليمن حظر الملاحة إلى المواني الإسرائيلية وتنسيقها بشأن تأمين سفنها مع فشلها في تأمين الحماية لها. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.